كان احسن رحنا فندق؟ فندق؟ فندق ايه واحنا عندنا بيتنا هنا؟ عشان شهد. لا ما تقلقش، شهد لما تشوفنا مش هتعمل حاجة. طب انا همشي. تمشي تروح فين؟ متبقاش باهي بقى، وبعدين احنا لسه مطمنين على البيبي والدنيا حلوة، بدل ما تقولي تعالي نتغدى برا. طب يلا. يلا ايه؟ مش هخرج معاك وانت مكشر كده ووشك مقلوب. بقولك ايه، انا قررت ان انا اريح دماغي وانسى كل حاجة. بجد يا ريتال؟ اه طبعا، بعد اللي حصل لعمتي فوزية انا ما عنديش استعداد ان اشغل بالي باي حاجة غير ان انا ابقى سعيدة وبس. كل اللي يهمني يا حسن ان ابني يجي مبسوط ويلاقي اب وام بيحبوا بعض بجد، وحياته تبقى احسن من حياتنا. هو ده اللي انا عايزه. تفكها بقى. شهد جدا. ايه يا بنتي؟ مفيش حمد لله على السلامة؟ مش كنت تقولي ان انتي جاية؟ حبيت اعملها لك مفاجأة. مفاجأة بايخة وزي الزفت. انا نازل. انت ما كانش ليك ان انت تدخل هنا اصلا. انت واحدة جليلة الذوق. اتعلمت قلة الذوق منكم. طب خدي بالك عشان كلمة زيادة. كلمة زيادة وهتعمل ايه؟ انت ناسي ان انت في بيتي في شقتي؟ يعني عشان تدخل هنا لازم تاخد الاذن مني انا؟ في ايه مالك؟ الشقة دي بتاعتنا كلنا. لا يا حبيبتي، انا غيرت عقد الشقة وبقى باسمي. بقى باسم مين؟ وايه المقابلة الزفت اللي انت مقابلنا بيها دي؟ بيننا وبينهم محاكم وقضايا، ازاي نقعد معاهم في بيت واحد؟ احنا بنهرج ولا ايه؟ يعني مصممة؟ اه، واكتر من الاول كمان. ده انا حتى مستنية اليوم اللي هيجي ابوك يقف فيه قدامي في المحكمة. انا هفرجك كيف تيجي في قدام ابويا. حسن يا حسن وحياة أمك لربيك يا ابن جبرية. أنا اللي حربيكي من أول وجديد. عايزة أعمل محضر سب وقصف وإحداث إصابة نتيجة الضرب يا فندم. حاضر، هكلمك أعمل بيه في النبطشية، هعمل لك لازم. أيوة يا أحمد بيه. الراجل اتجنن وعايز يتجوزني بالعافية. هتعمل ايه يا كريمة؟ هوافق بقى او هيبقى جواز على ورق وبس؟ على الاقل عشان اعرف اخد طاري لاخويا عبد السلام واخد حقك يا عبد الله، ويبقى يعرفوا بقى كريمة هتعمل ايه.